مساء الفل، ازيكم اصدقائي وحبايبي. هنتكلم النهارده على امتى نعلم ابني بنتي اتعلم انا شخصيا اي مجال في الفن او الرسم او النحت او الخط العربي، كل الحاجات دي، او عزف الموسيقى، كل الحاجات دي اسمها فنون. نتعلم امتى الفنون؟ هل في شروط للكلام ده؟ هل في مرحلة عمرية بتربطنا؟ هنعرفها مع بعض دلوقتي. بداية كده، لو عندي طفل أو عندي حد حابب إنه يتعلم، دايما نبدأ من سن صغيرة، السن 5 سنين. قبل كده دي بتبقى محاولات، يعني الطفل بيمسك القلم ويقعد يشخبط، تديله ورق، بيحب الخامة دي. فمجرد إن احنا نحس إن هو عنده الرغبة أو إن هو حابب المجال ده، على طول لا نبخل عليه أبدا إن احنا نوفر له الخامات وطرق التدريس من سن صغيرة. وقلنا 5 سنوات. لو لاحظنا، ناخد مثال الطفل الصغير اللي كنا بنسميه زمان بلية، اللي هو موجود عند الميكانيكي أو عند النجار أو عند أي حد حرفي، هتلاقي عنده طفل صغير هو بيمسك العدة وبيقف وراه، ولو بيصلح في عربية واقف يربط المسامير. الطفل ده سنه صغير، 5 سنين، 6 سنين، لو زاد عن كده تلاقي أقصى حاجة 10 سنين. الولد ده لو استمر لغاية الآخر بتلاقيه صنايعي محترم جدا وحريف قوي في الشغل، لأن بداية من الطفولة بيبقى فيه عندك المهارة في إيديك إن أنت تشتغل بدون خوف. كل ما تكبر الشغف اللي جواك بيقل. ممكن يكون نفسي أعزف على جيتار، أو أعزف مثلا على آلة معينة، أو إن أنا أبقى رسام، ولكن لما أجي أجرب الخامات دي وأنا سن كبير بيحصل نوع من الملل، لأن الحاجات دي محتاجة الأساسيات بتاعتها، محتاجة صبر كتير جدا عشان أعرف تركات، وتاخد وقت وبتاخد جهد. فدايما نعلم أبنائنا من سن صغير، السن ده من سن 5 سنوات، اللي هو بدأ يعي يعني إيه خامة ويعني إيه ورق، ما يقطعش ويشخبط وخلاص. إيه الحاجة التانية المطلوبة؟ إن أنا أبدأ أعرض مهارته على حد يكون محترف، حد يكون شاطر. لو مثلا هنقول بنتكلم في الرسم اللي هو مجالنا هنا، احنا بنتكلم على لازم يكون رسام قادر ينقل المهارة بتاعته للطفل، مش اي واحد رسام هينفع، الا اذا كان الطفل ده هادي، صفاته هادية ويبقى راكز كده، يقعد يتفرج على شغله ويبدأ توفر له الخامات، ويبدأ يشتغل بخامات بسيطة رخيصة في الاول لغاية ما يبدأ يعرف يعني ايه شغل. فبداية تعليم الفنون مع الأطفال من أفضل الحاجات اللي ممكن نقدمها لولادنا. بلاش نبخل عليهم ونقول ده بيشخبطوا ومش حاسين بحاجة، وفي الآخر نفقد حد يكون أصلاً فنان، أو يكون هو عنده التالنت، عنده المهارة دي، فنضيعها منه ولما يكبر يزعل جدا مننا. حاولوا دايما نراعي الحتة دي. تاني حاجة قلنا عليها ان احنا نعرضها على واحد يكون فاهم. الحاجة الثالثة والأخيرة ان احنا نهتم بالطفل ده، ونبدأ عملية التشجيع، ان احنا ناخد الأعمال اللي بيعملها ونقدمها للآخرين على انها عمل فني فعلا، وناخد آراء الناس، فبالتالي هيبقى عنده نوع من الثقة ان هو فعلا فنان. دلوقتي بقى عندنا السوشيال ميديا، كل حاجة فيها سهل جدا، ناخد أعماله ونحطها على الجروبات وعلى الصفحات ونقول ايه رأيكم يا جماعة، انا عندي الفنان ده عنده مثلا 10 سنوات، ياريت تقولوا رأي إيجابي فيه عشان هو دلوقتي بيشوف تعليقاتكم. بعد كده هنساعد ان الشخصية دي فعلا تستمر في نفس المجال وتبقى ناجحة وقوية، ونقدر نساعده على المدى الطويل. اشوفكم على خير، وفي حلقات جاية ممكن نساعد بعض ان شاء الله. لو في عندكم اي استفسار ابعتولي على الكومنتس، وخلوني دايما متواصل معاكم. لو عندكم اي استفسارات او اي افكار تحبوني اقدمها في الحلقات، ان شاء الله في خدمتكم، وفي امان الله.